عامل متعاقد مع شركة المناولة متأثرا بإصابته جراء هذا الحادث حسب ما أعلن عنه اليوم المجمع البترولي العمومي. في خبر آخر، لقي 4 la aproape două săptămâni de la retrimiterea cazului în instanță. Documentul arată că a existat dezinformare și a fost instaurat حسب ما أفادت به اليوم حصية لمصالح الحماية المدنية. وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سيارت بوفاة 7 أشخاص في مكان الحادث وجرح 20 آخرين. تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى لجزائر العاصمة من تفكيك جماعة إجرامية تمتهن الاتجار في المخدرات الصلبة حسب ما أفاد به اليوم بيان المديرية العامة للأمن الوطني. دوليا، أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور استئناف الاتصالات والجهود المبذولة بشكل مكثف مع الكتل والأعضاء في مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحق دولة فلسطين في الحصول على عضويتها الكاملة في الهيئة الأممية لحماية مبدأ حل الدولتين وقطع الطريق أمام السير الصهيوني الذي تحاول تدميره بشكل كامل. أعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في كينيا فوز ويليام روتو في الانتخابات الرئاسية التي جرى تنظيمها في البلاد في 9 من أوت الجاري على منافسه رايلا أودينغا. قتل ما لا يقل عن 50 شخصا ونزح مئات آخرون منذ شهر مايو الماضي جراء فيضانات غزيرة اجتاحت أجزاء من ولاية جيكاوا بشمال نيجيريا وفقا للسلطات المحلية. في الرياضة، يشارك المنتخب الوطني الجزائري